أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. اللهم مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أئمة الشافعية، وكنا نقرأ في كتاب الفرائد أي المواريث، وكنا ذكرنا أحوال الجد وأحوال المقاسمة مع الجد، وقلنا أن المقاسمة تعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكلمنا عن أحوال المسألة الأكدرية، ثم عن أحوال الجدة في الميراث، ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن ملخص عن صاحب كل فرض، النصف فرض خمسة والربع فرض كذا وهكذا، ووقفنا عند باب الحجب. قال أو فصل الحجب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في الحجب. لا يرث الأخ من الأم مع أربعة، مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد. إن وجود واحد من الأربعة دول يحجب الأخ من الأم من الميراث، سواء كان الأخ ده الولد، لو وجد ولد أي قلنا الولد للميت يعني إيه ذكر أو أنثى ماشي، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد. فكل واحد من دول لو وجد يحجب الأخ من الأم عن الإيه عن الميراث، فكل من واحد يحجبه حجب حرمان، والحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. فمثلا حجب الحرمان ان هو اذا مثل هذه الحاله وجود الابن الولد مباشره او ولد الابن الغير مباشر اللي هو يعتبر الحفيد او الحفيده خلاص، او وجود الاب او الجد بيمنع الاخ من الميراث خلاص، يمنعه يحجبه حجب حرمان تام خلاص. في حجب نقصان، وده اللي ايه بيظهر في الزوج والزوجه، ان لو كان الزوج له ولد فالزوجه بتحجب حجب نقصان من الربع الى الثمن، واذا كانت الزوجه لها ولد فبتحجب الزوج من حجب نقصان ايضا من النصف الى الربع ماشي. طيب. ولا يرث الاخ الشقيق من الاب مع اربعه. طيب. ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة. ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة أي يحجب أيضا الابن وابن الابن والأب، لأنه هو بيرث مع الجد. الأخ الشقيق كما ذكرنا في مسائل الجد إن لو جد وأخ شقيق ماشي، ذكرنا هذه المسائل وحلناها إن شاء الله تعالى. ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب، لكن مع الجد بيرث الأخ الشقيق. ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة، هؤلاء الثلاثة والأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق ها يحجب الأخ اللي أب عن الميراث. رايح مفهوم الكلام؟
طيب، ولا يرث، ولا يرث ابن الابن فسافلا وان نزل، يعني مع الابن المباشر، ها، لانه ابعد في الدرجه. ولا يرث ابن الابن فسافلا، اي ابن ابن الابن، وهكذا. وهنا بصفه الذكوريه خلاص، من باب اولى الانثى محجوبه. ولا يرث ابن الابن فسافلا مع الابن، اي الابن المباشر، ولا مع ابن ابن اقرب منه، ولا مع ابن ابن اقرب منه. يعني لو في ابن 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 وابن ابن، اللي يرث ابن الابن ويحجب ابن 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 الابن ابن الابن عن الميراث، ماشي، لانه ابعد منه في الدرجه. وده كله حجب حرمان، بيحرمه من الميراث تماما. ولا الجدات كلهن من أي جهة كنا مع الأم، الأم موجودة فبتحجب جميع الجدات اللي فوقها الأبعد، ماشي. طيب، ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع وجود الأب، الأب موجود فبيحجب أبوه ويحجب أمه عن الميراث. وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وإذا استكمل البنات الثلثين، نصيب النساء الثلثين دايما خلاص، البنات أو الأخوات نصيبهم الثلثين دايما، أي إذا كنا اثنين فأكثر، أختين فأكثر أو بنتين فأكثر، فيبقى نصيبهم الثلثين. فده استكمال لنصيب البنات أو الأخوات، فما زاد على ذلك لو في بنات أو أخوات محجوبات خلاص. لم ترث بنات الابن، نفترض أن في بنتين وبنت ابن، ها، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله بنتان وبنت ابن للبنتين، وبنت ابن للبنتين الثلثان، ولا شيء لبنات الابن. فلو كان معها ابن ابن أو ابن 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 كان الباقي لها وله للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، دي مسألة ممكن نكتبها ونوضحها على السبورة، ماشي. كده ماشي، في حاجة هنا، ايوه. بسم الله، ما جدك يا رب، بسم الله. لا خالص، ده مات وترك. بنتين وبنت ابن، البنتين لهم الثلثين، ولا شيء لبنت الابن. ليه؟ لأن البنتين استوفوا نصيبهم، نصيب النساء أو البنات من التركة اللي هي التلتين. لكن لو كان دي بنت واحدة وبنت ابن، المثال الثاني بنت واحدة وبنت ابن، ده بنت واحدة بنت وبنت ابن،
البنت على طول النص، هيتبقى السدس هنا عشان يبقوا تلتين، لأن ده بيساوي 3 على 6، ها، وده بيساوي 1 على 6، فعايزين ما دام في بنت ابن ترث، بس بنت ابن ذكر ترث مع البنت الأصلية ما تبقى من نصيب البنات اللي هو التلتين، فالبنت هتاخد النص ماشي اللي هو 3 على 6، وبنت الابن هتاخد تكملة الثلثين، هتاخد السدس، ها ماشي، واضح كده ولا عايز شرح تاني؟ تاني؟ طيب، بنت مع بنت ابن، هنا بنتين استوفوا واستنفذوا نصيب البنات اللي هو التلتين، خلاص، فلذلك بنت الابن في الصورة دي لا شيء لها. طيب المثال اللي يكون لها بنت الابن حاجة، حالتين، الحالة دي اللي هي بتكون بنت واحدة، البنت الواحدة لها ايه؟ النصف، يعني 3 أسداس، نصيب البنات تلتين، يعني 4 على 6، ده نصيب البنات. فيتبقى من 3 على 6 1 على 6 تأخذه البنت الابن في الصورة دي، دي حالة ودي حالة، دي مسألة ودي مسألة ماشي، بس إيضاحا للكلمة تلتين إنه نصيب البنات، رايح كده شوية. طيب، وإذا استكمل البنت الثلثين فلم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجاتهن، يبقى في الصورة دي ما فيش لبنات الابن شيء، طيب، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن، دي مش عايزينها كده، مكنة التصوير شغال على طول، طيب، إلا أن يكون في درجتهن، ها يعني مع بنت الابن في ابن سواء كان من نفس الابن أو من ابن تاني، ناخد بالنا من كده، العبرة بالدرجة، يعني في بنتين، ها، وفي بنت ابن لا يشيء في الصورة دي. طب لو بنت الابن دي كان لها أخ، بقت ايه؟ الأخ ده هيبقى ايه؟ اللي هو هيبقى اسمه ايه؟ ابن، ابن الاخ ده ابن ماشي، وزائد بنت ابن، هيقول الاخ ده يعصبها فتاخذ الباقي اللي هو التلت، ينقسم بينهم التلت، بقى هنا التلت الباقي بعد نصيب البنتين ياخذه الاخ، ها، مع مع مع, مع اللي هو ابن الابن مع بنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين، ها، يعصبها وتاخذ ايه للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان ده أخ، ها، اللي هو في درجتها، الأخ ده اللي هو ابن الابن في درجة بنت الابن ماشي، ولو كان أبوهم مختلف، يعني ده ابن عمها، البنتين كان لهم أخين، ها، أي ولدين ماتوا الاثنين، فواحد ترك أخ والتاني ترك أخت، يعني بقى واحد ترك ابن والتاني ترك بنت ابن، تعصبه رغم ان هي مش أخته، ها، تعصبه، ويبقى دي القسمة بتاعته، سواء كان أخوها أو مش أخوها مباشرة بل ابن عمها، رايح؟ طيب، وده أن يكون، طيب، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، مثاله بنتان وبنت ابن لبنتين، خلاص المثال الأول خلص اللي هو بنتان وبنت ابن للبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن اللي هي في قبل ما نحن نذكر ان في ابن خلاص، ف
فلو كان معها ابن ابن اللي هي المسألة دي، ها، أو ابن ابن ابن، يعني أصبح هنا في ابن ابن ابن، هيبقى نفس النظام، نشيل ابن الابن ونحط ابن ابن معها، يعصب عمته دي، وعند ذلك يكون عصب معها، وهو وأيضا هي الثلث يوزع عليهما هما الاثنين، رايح سواء كان ابن أو ابن ابن ابن، كان الباقي لها وله، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب التلت ده هنوزعه ازاي على ابن الابن او ابن ابن الابن وابن او كده؟ يبقى ايه التلت ده هنقسمه، عايزين نقسمه على ايه؟ اتنين على ستة، عايزين نوسع التلت ده للذكر مثل حظ الانثيين، يعني نقسم التلت على تلاتة، يبقى هيساوي تلاتة على تسعة، ماشي؟ هندي ابن الابن او ابن ابن الابن هنديله اتنين على تسعة، ودي والبنت هتاخد واحد على تسعة، ماشي كده مظبوط؟ رايح ولا عايزين في حاجة مش واضحة؟ تاني، البنتين خدوا التلتين، لو في بنت ابن مش هتاخد حاجة لوحدها، لو في بنت ابن ومعاها ابن ابن، ها، هتاخد، هيتوزع التلت الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ماشي؟ او في بنت ابن ومعاها ابن ابن ابن، او معاها ابن 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 ابن، وهكذا. او كان هنا مجموعه مش ابن ابن بس، في ولدين هنا او ولد وبنتين، طالما وجد واحد ولد بيعصب الاخرين وتوزع الباقي عليهما للذكر مثل حظ الانثيين، خلاص. فلو في ابن ابن او ابن 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 بيتوزع التلت الباقي بعد نصيب البنتين على هذا الذي عصبها بنت الابن دي وعصبها الابن الابن او ابن ابن الابن، فيتوزع الباقي عليهما للذكر مثل حظ الانثيين. التلت ده اللي هو الباقي بعد التلتين بتاع البنتين بيساوي 3 على 9، اضرب في البسط 3 في تلاتة في تلاتة، خلاص بيساوي، خلاص اضربوا في تلاتة بسطا ومقاما، هيدي تلاتة على تسعة عشان تقبل القسمة على تلاتة، ماشي؟ فندي الولد اتنين على تسعة اللي هو ابن الابن او ابن ابن الابن اتنين على تسعة، وبنت ابن وبنت الابن ها تاخد واحد على تسعة، ماشي؟ طيب وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من أب، أيضا لو في مات وترك، أختين أختين فأكثر، دايما هنا هنا بنتين، هنا هيبقى أختين فأكثر، هنا إيه فأكثر، ليه؟ لأن نصيب البنتين هو نصيب التلات بنات، نصيب الاربع بنات التلتين، ماشي؟ فلو مات وترك اختان، ها، لاب وام اللي هما اسمهم اشقاء، أشقاء، طيب وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين الأختين فأكثر لهم التلتين برضو زي البنتين بالضبط، زي مسألة البنتين لهم التلتين، لم ترث الأخوات من الأب، في أخت لأب هنا نحطهم لتحت، ماشي، يبقى نحط التلتين دي هنا، التلتين دول نصيب الأختين، ونحط الأخت لأب تحت كده،
أخت لأب. لما نفس المسألة بتاعت البنات بتسير على الأخوات، مات وترك أختان وأخت لأب، أو ثلاث أخوات بنات وأخت لأب، ها؟ فهنا الأختان أو ما أكثر أو الأكثر من من الأخوات لهم التلتين، فاستنفذوا نصيب الأخوات. خلاص؟ في أخت لأب ليس لها شيء. ماشي؟ إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. لو في أخ يبقى الأخت الأب لا شيء لها، لا شيء لها. خلاص؟ طيب لو كان كده انتهت المسألة. طب لو كان مع الأخت لأب دي، ها، أخت لأب وأخ لأب، وأخ لأب، هيتوزع التلت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، زي مسألة الإيه؟ مسألة البنات. ماشي؟ إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. لما وجدت أخت لأب يبقى هنا دول لهم التلت، هيبقى لهم التلت، لأن الأخ ده لأب عصب أخته، فأصبح لهم التلت هما الاثنين الباقي، والتلت هيتوزع بنفس الطريقة، بيساوي 3/9 كما قلنا، والأخت هتبقى لها 1/9، والأخ هيبقى ليه 2/9، نفس طريقة حل المسألة بتاعت الإيه؟ البنات. وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين، لم ترث الأخوات للأب لما يكون ما فيش حد تاني، إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب سواء بقى إيه، يبقى لو وجد هنا مثلا 2 أو أكثر ماشي، هياخدوا التلتين على طول، أخت لأب وأخ لأب ماشي، هيبقى التلت الباقي. طب لو 3 أخوات لأب وأخ لأب، هيتوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين التلت الباقي، ها، حسب ما يكون عدد، ها، هندي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني متعصبت الأخت دي بالأخ ده، وزع بينهما التركة للذكر مثل حظ، بقية ما بقي بعد نصيب الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي؟ مهما كان عدد الأخوات وعدد الإخوة لأب. ماشي؟ بس المشكلة أن يكون في واحد منهم ذكر يعصبها أو يعصبهن أو يعصبهما الاثنين أو 3 أو 4، أو أن الأخ ده يكون مجموعة من الإخوة 2 أو 3، وهكذا أيضا في الابن وابن الابن. ماشي؟ واضح كده؟ طيب. نعم. مثلا لا، الأخ الأم صاحب فرض، ما يحرمش، يحرم بس بالإيه؟ بما ذكرنا الأول، أنه يحرم بالولد وولد الابن والأب والجد، ده اللي يحجبوه بس، ما سوى ذلك لا يحجبهم ذلك. طيب نشوف كده، نقرأ بعدين نشوف ايه، هنستمر ونشرح تاني ولا لا. طيب قال، يبقى دي راحت ايه، اذا استكملت الاخوات الاشقاء الثلثين لم ترث الاخوات من الاب، نفس ايه المسألة بتاعت البنات، الا ان يكون معهن اخ لهن يعصبه فيعصبهن، اخ لاب برضو، لان لو كان الاخ ده اللي موجود مع الاختين مشترك يعني شقيق، يبقى ما هيحرم الاخوه الاب مطلق، ها، والاخوات الاب، لان هما يقدموا عليهم ويتوزع التركه لهن لهم للذكر مثل حظ الانثيين، ها، اختين شقيقتين واخ شقيق يعني معاهم، عند ذلك للذكر مثل حظ الانثيين على طول. ماشي؟ يعصبهن وللذكر مثل حظ. ومن لا يرث اصلا لا يحجب احدا، أو لا يحجب أحدا، اللي ما ملوش في الميراث أصلا لا يحجب أحدا مطلقا. ومن يرث لكنه محجوب
لا يحجب أيضا، المارث هو محجوب لا يحجب أيضا حجب حرمان، لكنه قد يحجب حجب نقصان، تنقيص يعني نقصان. طيب اللي ملوش في الميراث أصلا ما يحجبش حد. طب واللي من يرث لكنه اتحجب، ها من لا يرث أصلا لا يحجب أعدل. طب ومن يرث لكنه محجوب زي الإخوة، ها لا يحجب أيضا، خلاص لا يحجب أيضا حجب حرمان، إنما يحجب حجب لكنه قد يحجب، قد يحجب حجب نقصان، يعني بيقول العلماء مصطلح حرمان ونقصان. مثل الإخوة من الأم مع الأب والأم لا يرثون ويحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب وبعدين مسألة العول بعد كده نجيبها، دي برضو عايزة تتشرح. دي الإخوة من الأم مع الأب في مسائل هي كثيرة برضو مش واحدة بس، اللي هي إيه بيحصل حجب نقصان نتيجة وجود ذلك الشخص، وإن كان ذلك الشخص ما بيرثش خلاص. مثل الإخوة من الأم مع الأب والأم لا يرثون ويحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب نشرحها دي، ناخدها كمثال برضو مستمرين. من لا يرث اصلا لا يحجب احدا، اللي ملوش في الميراث ما يحجبش حد. طيب ومن لا يرث لكنه يرث ومن يرث لكنه محجوب، ها لا يحجب ايضا، لا يحجب ايضا ايه حجب حرمان، انما يحجب حجب نقصان. مثل الاخوه مات وترك اخوه من ام، إخوة من أم خلاص. مع أب وأم لما وجد الأب هنا منع، يبقى دول ممنوعين، يبقى ايه محجوبين حجب محجوبين محجوبون حجب حرمان حرمان، هم دول ليه لوجود الاب فحجبهم حجب حرمان الاب ده خلاص. ومن لا يرث لكنه محجوب اهو حجب حرمان، لا يحجب أيضا حجب حرمان لكنه قد يحجب حجب نقصان. مثل الإخوة من الأم خلاص مع الأب والأم، ها لا يرثون الإخوة من الأم، دول ما لهمش ميراث إخوة من الأم خلاص لوجود إيه الأب ده خلاص. ويحجبون الأم ها من الثلث إلى السدس. تحجب إلى السدس، نعم الكتابة ليس واضح، شوف لي الألم الأسود. طيب أصل الألم ده فضي أو اللي بتاع السن مش واضح جواه، أو أكتب بالأحمر بس ما أعرفش الأحمر هيطلع في الصورة ولا لا. طيب بس حرمان يبقى وجود دول ها
حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة دول، وهم أصلا محجوبين لوجود، وهنا محجوبين لإيه؟ بالأب. ماشي؟ طيب راحت المسألة دي واضحة؟ ها؟ طيب ما بعد ذلك مسألة برضو محتاجة كتابة، وهي مسألة العول. العول أن تزيد أسهم التركة عن عدد الوارثين. قال: ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد، مثل مسألة أخضر أو الأحمر، نشوف إيه اللي يوضح على السبورة. طيب ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت، اسمها عالت التركة، أي زاد عدد الأسهم على عدد الأصحاب، أصحاب الأنصبة، أعيلت بالجزء الزائد، مثل مسألة المباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة. الزوج متى وتركت؟ ماتت وتركت. ها كده واضح؟ شوف لي التصوير، واضح العلامة ولا مش علامة؟ اللون الأخضر واضح؟ واضح؟ طيب ماتت وتركت زوج، ها، وأم وأخت شقيقة. معلش يا سامح، ماشي. هنيجي ندي كل واحد نصيبه، دول أصحاب فروض، خلاص. فللزوج النصف أهو، ليه؟ لأن لا يوجد فرع وارث، خلاص. وللأخت النصف، الأخت الشقيقة، ماشي. وللأم السدس، طب خلينا ماشيين كده، والأخت النصف، والأم لا تحجب، الأم ما تحجبش، في الأب والأم لا يحجبنا مطلقا في جميع الصور. طيب الأم نصيبها كم في التركة؟ إنها بتاخد في الحالة دي بتاخد الثلث، خلاص، لأن لا يوجد من يحجبها إلى السدس، خلاص. فالتركة كده نجمع الحاجات دي، الأول نحول الأرقام دي إلى شيء يتضمن، هنا في 3 و2، طب ما ناخد الثلاثة نضرب فيه الاثنين، يبقى النص ده هيبقى 3/6، والتلت ده هيبقى 2/6، والنص ده هيبقى 3/6. اجمع 3، نحلها بقى في الناحية التانية. طيب ولا نحلها تحتنا، 3/6 لازم أتأكد، زائد 2/6 زائد 3/6. الأم لا تحجب هنا، وبذلك كل واحد لازم ياخد نصيبه. اجمع دول كده على بعض، هتلاقيهم 3 و2 5 و3 8/6. يبقى التركة كده مش مظبوطة. أعمل إيه؟ حط 8 تحت وخلي الأرقام فوق زي ما هي. حط 3/8، ودي مسألة يعني سهلة جدا، بينما ما يحلوها في الكتب تلاقيها صعبة جدا، تاخد مراحل كتيرة. وهنا 2/8، وهنا 3/8، الحمد لله على توفيق. طب اجمع كده 3 و2 5 و3 8، يبقى 8/8، المسألة بقت صحيحة. يبقى هندي الزوج 3/8 من التاركة، وندي الأم 2/8، وندي الأخت 3/8. يبقى كده كل واحد خد نصيبه، والتركة، ودي اسمها تركة عالت، لأنها مجموع التلاتة بيساوي كام؟ 8/6، اي اكتر من 6/6، يبقى عاله التركه. فتحل بان انا بجيب الرقم الذي هو في البسط كما يقولون عند المصريين، واضعه تحت واجعله مقام، واحط الارقام كما هي، فتديني توزيع التركه مظبوط. بدون، ودي مساله يصعب ان حد يعني في الكتب صعب ان هو تجدها بسهوله. طيب مساله المباهله، قال
ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد، تبقى اسمها عالة المسألة، على مثل مسألة المباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، واستغرقت التركة. طب الأم ما فيش حد حاجبها، يبقى تاخد التلت بتاعها، فيفرض له الثلث، فتعال بفرض الأم، فتنقسم من ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة والأم اثنين. ماشي. فصل في العصبات، نقرأ بقى العصبات ونشوف لو جت مسألة نحلها. بعدين يا ولد، ها في حاجة واضحة؟ أي حاجة مش واضحة أنا موجود هنا عشان الإيه؟ هي بتاخد السدس، لكن التركة عالة، فبنوزع نقتسم ونقتطع من أصحاب الفروض عشان نكمل الفروض بعضها منسبة بالطريقة دي. يعني فضل كتير ولا كتير. طيب. قال فصل في العصبات، والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن صاحب الفرض. ما هو العصبة؟ هو بيأخذ جميع المال إذا انفرد، هذا هو إيه؟ الذكر العصبة، خلاص يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن أصحاب الفروض إذا اجتمع معه، مع أصحاب الفرض إذا اجتمع معه. فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات، خلاص. وأقربهم الابن ثم ابن الابن. الله. وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، والأخ لأبوين ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب، ثم العم ثم ابنه أي ابن العم وإن سفل، ثم عم الأب ثم ابنه، وهكذا. فإن لم يكن له عصبات ونسب فعصبات الولاء، فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو غير ذلك فولاؤه له. فإذا مات هذا العتيق وليس له وارث ذو فرض ولا عصبة ورثه المعتق بالولاء. طيب قبل ما ناخد مسألة العتق ناخد إيه العصبات أولا. قال فصل في العصبات أي في بيان إرثهم، وهم ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. والعصبة بنفسه يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه. فإن لم يفضل يعني إيه؟ مات وترك أبا، الأب عصبة يأخذ كل الميراث. مات وترك ابنا بس فقط ابن واحد يأخذ كل الميراث. مات وترك أخا فقط، ما فيش ورث تاني خالص، لا نساء ولا رجال، يأخذ التركة كلها، خلاص. فدي معنى إذا انفرد العصبة وكان للميت فيأخذ كل التركة. من يأخذ جميع المال إذا انفرد، العصبة بنفسه من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه. فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. وأقربهم الابن، أو الواحد بنديله المال كله الابن. أب مات وترك ابنا واحدا ذكر، ابن مش بنت. فالشرط العصوبة أولا الذكورة طبعا، خلاص.
ابن ثم ابن الابن مات وترك ابن ابن ياخد التركة كلها، وإن سفر ابن 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 بس ذكر برضو خلاص. ثم الأب مات وترك أبا ياخد الأب جميع التركة، مات وترك جدا لوحده مفيش حد معاه ياخد الجد جميع التركة أبو الأب. وده بالنسبة لأبو الأب لأن أبو الأم ده رحم مش هياخد. وإن على أبو الأب وأبو أبو الأب وما إلى ذلك. والأخ لأبوين، الأخ الشقيق لأبوين يعني شقيق من الأب والأم، ها مات وترك أخا لأب ياخد التركة كلها، أو ترك أخا لأبوين ياخد التركة كلها. لأن لو ترك أخا لأبوين وأخ لأب حجب الأخ لأبوين الأخ لأب ويأخذ الأخ لأبوين جميع التركة ماشي. ثم لأب مات وترك أخا لأب ياخد التركة كلها. ثم ابن الأخ لأبوين، ابن الأخ برضو يعني إذا انفرد ياخد التركة. ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابنه، وإن سفل أي ابن ابن العم، ابن 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 العم بالذكورية كما قلنا لأن شرط العصبة أن يكون ذكرا. ثم عم الأب بعد ما خلصنا الإخوة، وبعدين العم وابن العم نطلع لعم الأب بقى. ثم ابنه أي ابن عم الأب، وهكذا. فإن لم يكن له عصبات نسب فعصبات الولاء. رايح الكلمة دي ولا محتاجة تفصيل؟ رايح واضح. طيب فإن لم يكن له عصبات عصبات نسب فعصبات الولاء يرجع إليها عند فقد عصبات النسب. فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق منه أو تدبير بأن قال مالك العبد له أنت حر بعد موتي فيعتق بموته. خلي بالك عتق يعتق، فيوصف العبد بأنه عتق مش عتق ماشي، ده الأصح يعني. عتق العبد أي تم إعتاقه. فمن عتق عليه عبد، سيد عتق عليه العبد بتاعه أي أنه اعتقه، إما بإعتاق منه أي من السيد أو تدبير من السيد بأن قال مالك العبد له أنت حر بعد موتي فيعتق بعد موته، أو كتابة بأن كاتبه على 100 درهم في شهرين فأداها فيعتق العبد بأداء، لكن هيبقى ولاء لمين؟ للسيد بتاعه برضه. أو استيلاد منه لجاريته فعتقت بموته، ها أصبحت أم ولد وبعدين مات فعتقت خلاص، أو غير ذلك كالتعليق بصفة. فولاؤه هؤلاء العتقاء كلهم وأم الولد دية أي العبد له أي للسيد، ومعنى الولاء أنه يرث بالولاء ده. فإذا مات هذا العتيق أي المعتوق وليس له وارث، المعتوق ده اللي كان عبد أو أمة ها أو أم ولد إذا ماتت وملهاش وارث خالص يرجع يرثها مين؟ السيد اللي أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، والولاء هنا يؤدي إلى أن السيد هذا الذي أعتق له الميراث إذا لم يكن للمعتق أو العتيق لم يكن له وارث ولا عصبة، ورثه المعتق بالولاء. فإن كان المعتق ميتا انتقل الولاء إلى عصباته دون سائر الورثة. هنا في الحالة دي لو أيضا يعني إيه سيد أعتق عبدا فالعبد بقى حر، العبد ما عندوش لا ولد ولا نسب ولا أي حاجة، ما اتجوزش ولا أي حاجة ولا ليه أقارب خلاص، أقارب أحرار لأن الورثة يجب أن يكون فيها الحرية كما قلنا أن إيه من شروط الميراث الحرية، حرية الوارث خلاص. فإن كان المعتق ميتا إذا السيد اللي أعتق ده مات خلاص فيرث العبد الذي ليس له وارث ولا عصبة، ها يرث مين؟ عصبات المعتق الذي مات، ها انتقل الولاء أي الميراث
والميراث تبعا للولاء إلى عصباته، عصبات المعتق الذي مات، السيد الذي مات، دون سائر الورثة، ينتقل للذكور فقط، أي متعصبين بأنفسهم دون سائر الورثة كالبنت والأخت. يقدم الأقرب فالأقرب على ترتيب المتقدم، ماشي. سيد أعتق عبدا والعبد ليس له وارث، ها، ولا عصبة، ها، وبعدين السيد مات خلاص، العبد مات بعد السيد، ده المعتق ده مات بعد السيد اللي هو ليس له ورثة ولا عصبة، مين يرث العبد ده اللي هو أعتق أو أعتق؟ يرثه عصبات السيد الذي مات اللي هو أعتقه صاحب الولاء، العصبات الذكور فقط، فلا ترث أخته وبنته، ما ترثوش. يقدم الأقرب فالأقرب على ترتيب المتقدم في النسب. على الترتيب المتقدم أي في النسب، إلا أن الأخ يشارك الجد، إلا أن الأخ يشارك الجد هنا. يعني لو أن السيد أعتق العبد وبعدين السيد مات وبعدين العبد مات بعد كده وليس للعبد وارث، ها، وبقي من عصبة السيد جد وأخ، فيشارك الجد الأخ هنا خلاص، إلا أن الأخ يشارك الجد كما هناك في إيه؟ في ميراث الجد، وهنا الأخ مقدم على الجد. فإن لم يكن للمعتق عصبة، ما فيش ذكور خالص، المعتق اللي هو السيد الذي أعتق عصبة نسب، انتقل إلى معتق المعتق، الله الله، ثم إلى عصبته، انتقل إلى معتق المعتق، يعني العبد أعتق أولا وبعدين يبقى له سيد. العبد ده أما أعتق اشترى عبيد وأعتقهم، ماشي، يبقى تنتقل النسب إلى إيه؟ معتق المعتق، ثم إلى عصابته، أي عصبة معتق المعتق. تاني، فإن لم يكن للمعتق عصبة اللي هو السيد الذي أعتق أولا ومات عصبة نسب، انتقل إلى معتق المعتق، يبقى في معتق المعتق، يبقى في سيد وبعدين تحته معتق وبعدين تحته معتق المعتق، ماشي، يبقى في من اعتق المعتق، ان هذا اللي في النصف، ها، العبد الاول تحرر بقى ايه، حر، ها، باعتق سيده له، هو اشترى عبيد واعتقهم هو ايضا، ينتقل إلى معتق المعتق، ينتقل الميراث إلى معتق المعتق، وذلك عند فقد العصبة وورثة المعتق بالولاء. فإن لم يكن للمعتق عصبة، عصبة نسب خلاص اللي هو السيد، انتقل أي الميراث أو الولاء، لأن انتقال الولاء يقتضي انتقال الميراث على طول، إلى معتق المعتق، إن السيد الذي كان في النصف هذا الذي أعتق عبدا كان هو قبل ذلك عبد لسيد آخر أعلى منه، فينتقل الميراث من السيد الأول إلى السيد الثاني الأعلى منه اللي هو معتق المعتق، ثم إلى عصبته. وللمعتق أيضا الولاء على أولاد العتيق، ونقف هنا عشان إيه ما نتأخرش.
وننتهي من المواريث المرة القادمة، لأن فضل جزء يحتاج إلى درس كامل، ونقف هنا عند معتق المعتقدة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة يا أولاد؟ أظن النهاردة الشرح كان واضح. ما طيب الحمد لله. في أسئلة؟ طب ناخد مديح؟ نعم. ها؟ معتق المعتق. يعني واحد بالضبط، يعني إيه؟ في واحد معتق تحته، فوقه سيد، السيد ده كان معتق. كان معتق. فهو وهكذا. إلى فوق. نعم. في أي حاجة تانية؟ ونشرحها إن شاء الله المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. يلا يلا يا عبد الحي اشرح مولانا. اقرأ شيئا يا عبد الحي، متعنا. الله الله الله. وجه الكاميرا لعبد الحي عشان انا هاكل. مولا مني بصوت. تحب ارجع لك ورا شويه؟
صلى الله عليه وسلم. وأجل الناس خلقا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله يا لنا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدء الدهام صلوا على خير الأنام المصطفى بدء الدهام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا لنا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اوبا كنا مره خلاص دخل جزاكم الله خيرا احسنتم جميعا احسنت يا بني سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يتقيك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ونفسا قانعة ورزقا طيبا مباركا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ولنا معكم وبكم آمين يا رب العالمين.